خلال بقى تواجدك في النادي الاهلي مع موسيماني وكنت متصعد الفريق الاول، كان ساعتها الاهلي قدر ياخد دوري ابطال افريقيا ان هو هدف افشل اللي هو القاضي ممكن. كان ايه بقى اللعيبه تاني يوم في التدريب، كان الاجواء عامله ازاي؟ انت في الاهل في النادي الاهلي عامه هو الفرحه بس بتبقى يوم واحد اللي هو يوم المكسب، بعد كده تاني يوم على طول انت بتركز في الماتش اللي بعده، ما فيش خلاص الفرحه بتتنسي، هو يوم واحد بس، بعد كده تاني يوم على طول انت بتركز في الماتش اللي حتى لو ماتش في الدوري انت بتركز فيه عشان توصل لاعلى مدى. لو ما كانش في احتفاليه خاصه مثلا لقفشه بما ان هو صاحب كابتن قفشه برضو فرح في الملعب وهم فرحوا في اليوم ده، كلنا فرحنا في اليوم ده طبعا فرحه ما تتصورهاش، بس بقى تاني يوم انت بتركز في التمرين عشان تاني الماتش اللي بعده على طول. فعلا زي ما انت كنت بتتكلم بتقول ان الاهلي بعد خلاص كسبت بيفرح، خلاص بيقفل الصفحه بيركز في بطوله على الصفحه تمام. هو الاهلي خد بعد كده دوري ابطال افريقيا تاني مره، المره التانيه على التوالي. كان برضو شعور اللعيبه يعني في اختلاف ما بين الفوز على الزمالك والتتويج بدوري ابطال افريقيا عن تاني مرة في الكايزر تشيبس، ولا كان نفس الفرحة ولا ايه بالظبط؟ انت برضو ان انت تاخد حاجة من الزمالك دي حاجة دي فرحة لوحدها، بس انت برضو انت بتنافس المنافس ليك دلوقتي الزمالك، فانت ان انت تاخد منه حاجة برضو فدي حاجة صعبة وتبقى فرحة ليها خاصة طبعا. ماتشات اهلي وزمالك اصلا حتى في الدوري بيبقى ليها فرحة تانية. لو اخترنا افضل 11 لاعب في الدوري لحد الدور الاول تختار مين؟ حراسة المرمى كابتن محمد الشناوي، باك يمين كابتن محمد هاني، باك شمال كابتن علي معلول، مساكين محمد عبد المنعم وعلي جابر. طيب نص الملعب إمام إمام عاشور قبل ما يمشي تمام، وحمدي فتحي واليو ديانج. واليو ديانج. طب لو إمام ما إنه مشي كنت هتختار مين؟ تاني واحد بلاتي توريه. بلاتي توريه لاعب بيراميدز تمام. طيب ثلاثة اللي قدام سمير فكري لاعب الداخلية ورمضان صبحي ومقبولون.